بالمناسبة ها بالمناسبة عندما الخميني هذا رأيته بعيني هاتين مرارا وكرارا. بالمناسبة عندما الخميني كان يخلص درس الخارج فكان ينزل من المنبر ويروح إلى داره، ففي داره أكو بابان، باب للعموم وباب خاص إليه. هذا الباب الخاص كان يخليه مفتوح حتى عندما يريد يدخل بعدين يحتاج إلى طرق الباب، بالشكل يدفع الباب ويدخل. فجماعة من تلاميذه المساكين كانوا يمشون وياه حتى يسألوا حول بعض مواضيع درس الخارج، يمشون وياه إلى باب داره. عندما يصل إلى باب داره هالشكل يدفع باب داره ويدخل الدار بدون ما يقول لهم في أمان الله في أمان الله في أمان الله. أبدا أبدا.